وحناخد كالعادة الموضوع اللي بتنتظروه من الأسبوع للأسبوع باشتياق، التطور الكبير. حناخد مع بعض الجزء 95، ربنا يقويكم، وصحة التصميم الذكي. والنهاردة هناخده في اختبارات الطفرات، وتأكيد الاختبارات الطفرات اللي أكدت لي على ثبات الأجناس. إيه اللي بتكلم عليه النهاردة؟ زي ما اتكلمت في المرات السابقة الكثيرة، إن يوجد فكرين، فكر الحادي وفكر على وجود إله خالق حاليا، الفكر الخلقي اللي هو من الكتاب المقدس، والفكر الإلحادي اللي هو بيتمسك بالفكر التطور. دايما محاولات زي ما بقول الإلحاد والتطور وجهين لعملة واحدة، وأنا ماسك الرد على الإلحاد من الناحية العلمية إلى حد ما، ملياش يمكن في الفلسفة ولا الكلام ده قوي، معلش على قد فيه، فبركز عليه من الناحية العلمية. هل بالفعل يصلح أن يكون الحياة بدأت بدون وجود إله خالق وتطورت بدون وجود مصمم عارف بيعمل إيه؟ وليه ما بقول الإلحاد والتطور وجهين لعملة واحدة، والإلحاد اللي بيحاولوا يخدعوا بيه أولادنا في التعليم وفي الميديا وهكذا؟ لأنه محاولات الإلحاد الفلسفية القديمة ما كانتش بتنجح، لأنها دايما كانت بتواجه بسؤال أقدر أقول عليه قاتل لهذه المحاولات، وهو لو لا يوجد إله خالق من أين أتت الخلائق؟ فطبعا ما كانوش بيعرفوا يردوا على السؤال ده، وعلشان ما بيعرفوش يرد عليه ما كانش بينتشر المحاولات والفلسفات الإلحادية القديمة، لغاية ما ظهرت ما يسمى بفرضية التطور اللي حاولت تدعي إنه لأ، ما فيش حاجة اسمها خلق ولا غير ولا يوجد احتياج، ده الكائنات جت بالتطور من جد مشترك. اتكلمنا على الموضوع ده ومش هكرر فيه، لكن عرفنا الفرق ما بين الخلق اللي تكلم على إنه الإله الخالق المصمم العظيم صمم الأجناس كجنسها تتنوع وتنتشر ولكن لا تتطور أو لا تتغير، تستمر كجنسها، وقالها 10 مرات في تكوين واحد، يعني بيقولها بوضوح. وعلى فكرة ربنا لما بيكرر حاجة ورا بعض في المقطع الواحد تعرفوا إن لازم يكون حاجة مهمة، ربنا ما بيكررش إلا وما كانش يقصد يشير إلى حاجة مهمة جدا. أما في الناحية المقابلة الفكر التطوري اللي ادعوا انه شوربة عدوية كونت الجد بالصدفة، ودرسناه بالبايوكيمست عرفنا الكلام ده خطأ تماما وضد العلم، او العلم اثبت خطأه، والجد المشترك اللي ظهر بالصدفة من تجمع شوية مواد عدوية بدأ يتطور تدريجيا لغاية ما كون كل شجر التطور لكل الاجناس اللي موجودة حاليا. اللي انا بتكلم عليه دلوقتي مش التطور، علشان احنا ده درسناه بشيء من التفصيل، و درسنا يعني جزء جزء وعرفنا ان كل الكلام ده خطأ، كل الشجرة الوهمية دي ملهاش وجود، اللي موجود ده بس هو ده، هو ده الحقيقي، الباقي كله خيال في خيال، كذب في كذب. لكن بدأنا ندرس مع بعض ونرد على اللي بيقولوا انتوا اثبتوا تطور خطأ، ده لا يثبت صحة الخلق، وده اللي بيحاولوا يدعوا. فاحنا لا مش بنتكلم دلوقتي على التطور، احنا دلوقتي بنتكلم على الخلق. الأجناس، هل فعلا العلم يثبت ان الأجناس مصممة وتستمر كجنسها من ساعة ما تصممت ولا لا؟ هو ده اللي بندرسه بالتفصيل في الثلاث الأجزاء اللي فاتت، والنهاردة الجزء الثالث منها. فبنكمل باختصار الكلام عن كيف إن الخلق والتصميم الذكي نجح في كل الاختبارات العلمية اللي تعرض إليها. كل اختبار علمي تعرض إليه التطور وفشل، أيضا تعرض إليه الخلق والتصميم ونجح فيه، ورغم ذلك لسه مصرين في الكلام على التطور اللي بيشجع على الإلحاد. فكل الاختبارات العلمية اللي تعرض لها في إثبات أنه هو مصدر الأجناس الحقيقي والعلم ده اللي أثبته نجح فيها، وده اللي بقدم أمثلة باختصار شديد عشان ما أكررش. وده رد على كل اللي بيدعي من الملحدين أنه لو أنتوا أثبتوا أن القفزات خطأ أو التطور خطأ أو غيرها من الفرضيات الكتيرة والدارمونية القديمة أو الحديثة خطأ، ده لا يثبت الخلق. لا، ده اللي احنا بنتكلم عليه، احنا بنتكلم على إثبات التصميم والخلق الذكي،
وده الجزء الثالث، إن الحقائق العلمية اللي نراها أي الملاحظة والاختبار والتكرار، الأساليب العلمية والمقاييس العلمية، الشيء العلمي لازم يكون ملاحظ مختبر متكرر، كل دول دايما بتثبت صحة الخلق والتصميم الذكي بوضوح. وده اللي ما توقعه التصميم، يعني بين قوسين اللي شرحه الكتاب المقدس أو فكرة أو موضوع الخلق في الكتاب المقدس قبل اكتشافه، وده بيسمى في العلم prediction، إنه النظرية الصح تتوقع أشياء قبل إثباتها، وبعد كده الاختبارات العلمية تثبت صحة هذا التوقع. الكتاب المقدس قال الأجناس تستمر كأجناسها، لو هي فعلا مخلوقة بواسطة الإله الخالق المصمم الرائع تستمر كأجناسها، وأكد عليها 10 مرات بين قوسين، سامحوني في التعبير ده، شبه بيتحدى. وده اللي لقيناه فعلا يتفق مع الملاحظات العلمية، وهو ثبات الأجناس، الأجناس ما بتتغيرش. ونجح فعلا الخلق والتصميم في الاختبارات العلمية. إذا هو علميا صحيح. ليه؟ لأنه تكلم عن شيء وتوقع بيه prediction، تم اختباره علميا، ده اللي هو testable و has been proven، مهما تكررت الاختبارات repeatable، يتم التأكيد إن هو ده الأمر الصح. فبيخبرنا الخلق من البداية إن كل جنس كائن تم تصميمه بطريقة رائعة، وعلشان مصمم بطريقة رائعة يستمر كجنسه. لو كان مش مصمم بطريقة كويسة كان ممكن يحتاج إن هو يطوره عشان يوصله لحاجة أفضل، لكن لأن هو مصممه من البداية بطريقة مناسبة جدا يبقى الجنس يستمر كجنسه. وده يشير بوضوح إنه لابد أن يكون هناك، لو المصمم اللي خلق الأجناس دي كلها وقال عليها تستمر كأجناسها، الكلب هيستمر كلب، مش هيبقى حاجة تانية، يتنوع في الطول في العرض في الشعر في الألوان، لكن هيستمر كلب. القطط تستمر قطط، تتنوع في حاجات كتيرة ولكن هتستمر قطط، الحمام يستمر حمام، وهكذا. طالما بيصر وقال 10 مرات يستمر الأجناس كجنسها، يبقى لازم بيشير بوضوح إنه عمل حاجة، منظومات معينة يحافظ بيها الخالق ده بالتصميم الذكي، يحافظ بيها إن كل جنس يستمر ثابت كجنسه لا يتغير. فلو ثبت بالاختبار العلمي ثبات الأجناس، ولو اكتشف العلم وجود منظومات رائعة الدقة وغاية في الذكاء التصميم بتاعها تحافظ على ثبات الأجناس، ما أعتقدش بقى حد يجادل في النقطة دي، يكون العلم واضح أنه أثبت صحة الخلق والتصميم الذكي اللي اتكلم عنها قبل إثباتها. وده بالفعل تم على أجناس عديدة، وثبت أنه مع كل المحاولات الذكية وليس بس الطبيعة لتغيير جنس فشلت، ويستمر كل جنس كجنسه مهما حاولوا من محاولات كثيرة. وهو ده اللي سبق وأخبر بيه نموذج الخلق من البداية. اللي كان فاكر وكان موجود معانا الأسبوع اللي فات بعد ما درسنا قواعد الطفرات الخمسة، واللي أكشوال قواعد الطفرات اللي هي ABC بتاعت الطفرات أكدت لنا إن هي برضو تثبت صحة التصميم وعدم تغير الأجناس، ندرس المرة دي مع بعض الاختبارات اللي تمت. وده بقى الجزء المهم جدا، إن الشيء تختبره ويثبت إن هو صح. الاختبارات اللي تمت وإزاي نجح الخلق الذكي والتصميم بقوة في هذه الاختبارات بدون استثناء، اللي فشل فيه تماما أي إدعاء آخر، لا تطور لا قفزات ولا غيره. ده عرفه أو عرفه العلم عن طريق تجارب على كائنات بتأثيرات مختلفة عشان يغيروا الأجناس دي. عملوا تجارب كثيرة جدا، محاولة يثبتوا إن الجنس ممكن يتغير، وده فشل. عن طريق إحداث طفرات وتغيرات، ولكن كل هذه المحاولات أكدت إن الأجناس تستمر كأجناسها. جربوا التأثيرات لإحداث الطفرات بوسائل مختلفة على كائنات مختلفة، ضفادع، ذبابة الفاكهة، نباتات بأنواع كتيرة، الفاصوليا بتاعت مندل وغيرها، حتى البكتيريا، يعني من أبسط الكائنات لكائنات معقدة، من المملكة الحيوانية للمملكة النباتية للبكتيريا. وبناء عليه تمكن العلم من دراسة ملايين من الطفرات، وكلها استمرت كجنسها. ودائما النتائج هي
لما بيزودوا الطفرات قوي يحصل تشوه وموت، ولكن ما بيتحولش لجنس آخر. وتم إثبات ذلك بناء على دراسات تمت. على سبيل المثال هذكر حضراتكم بشيء أشرنا إليه قبل كده، وهو التجارب اللي تمت على ذبابة الفاكهة. نسبة الطفرات زادت التأثيرات الضارة القاتلة، والطفرات اللي حصلوا من 100% 70% منها ضارة قاتلة، و30% ضارة حتى لو ما موتتهاش لكن هي تسبب لها ضرر وتدهور، والباقي 1% ممكن يؤدي إلى تنوع بسيط ولكن حاجة يسموها محايدة ودرسناها قبل كده. كل هذه الاختبارات نتيجة واحدة استمرت تتحداهم طوال هذه الاختبارات الطويلة جدا بكل العقول الذكية للبشر بكل الأجهزة العلمية بكل المحاولات، وهي استمرت ذبابة الفاكهة ذبابة الفاكهة كجنسها ولم تتغير، استمرت كجنسها، وده اللي أثبته العلم رغم أنه كان بيحاول يثبت العكس. أوضح أن التجارب دي بدأت على ذبابة الفاكهة من سنة 1906 حتى 1918 حاليا، 112 سنة بيحاولوا. توماس هنت مورجان عالم الأحياء الشهير في جامعة كولومبيا بدأ في سنة 1906 أو قرر يجري التجارب على ذبابة الفاكهة جينيا الدروسوفيلا عن طريق إحداث طفرات كتيرة، متخيل إن هي هتتغير وتبقى جنس آخر. وبعدها كتير قوي اتبعوا هذا الأمر وحاولوا بأساليب مختلفة، هوج وكالفن وغيره كتير كتير، والشهير ريتشارد جولد شميت وغيرهم، لمدة أكتر من قرن بيحاولوا. درسوا كل ما يستطيعوا عن ذبابة الفاكهة من صفات، ألوان، تركيب الجناح والعين وغيره، أقسام الجسم، الأجهزة المختلفة، وصفات الكائن وجيناته. وحاولوا علشان يثبتوا إن ممكن الجنس يتغير لجنس آخر وما يستمرش ثابت، إنه يحدث ويتعدى حدود التنوع والجنس ويتطور لجنس آخر، طبعا يكون جنس أفضل باستخدام ذبابة الفاكهة، واللي هي طبعا معروفة سهل إن يستخدم في دراسة الوراثة، بتتنسل بسرعة، نسل كتير، سهل احتوائها، سهل رعايتها وهكذا، واستخدمت كثيرا في دراسة الصفات الوراثية بواسطة مندل وغيره، فهي مناسبة قوي لدراسة حدوث التغير لقصر عمر الجيل والكثرة الإنتاج وقلة عدد الجينات المطلوبة إن هي تتغير. أجروا كل المحاولات الذكية اللي يستطيعوا علشان يغيروا جنسها، ما تحولتش، وكل هذه التجارب أثبتت إن ذبابة الفاكهة استمرت كجنسها، لم يتغير هذا الجنس. أكتر من قرن عملوا كل شيء، طفرات، محاولات إنه يتناسل لجنس آخر، كل الطفرات دي أنتجت عيوب، منها تدهور عن طريق ضعف الجسم، ضعف الإبصار، انثناء الأجنحة، تحورات في حاجات، تدهورات وأدت، ومعظمها كان موت. درسوا 400 طفرة حصلت لها، كلهم عيوب، أغلبهم بنسبة 70% كانوا قاتلين موت، وما ترصدتش واحدة مفيدة، ولم تتحول ذبابة الفاكهة إلى شيء آخر. ده يتفق تماما علميا مع قواعد الطفرات اللي درسناها الأسبوع اللي فات، اللي قواعد الطفرات وضحت لي نظريا إنه ما ينفعش يتغير الجنس لجنس آخر، يعني الأجناس ثابتة، ودلوقتي اللي درسناه نظريا دلوقتي بندرسه تطبيقيا بالاختبار، وطبعا يتفق تماما ده مع ثبات الأجناس اللي تكلم عنه الخالق والتصميم الذكي 10 مرات من قبل اكتشافه. يقول لنا كروليف من 400 طفرة حصلت لذبابة الفاكهة لم يكن واحدة out of 400 mutations no single one منهم تقدر أن تقول جنس آخر، ولم يظهر من هذا أن مركز مشكلة التطور ممكن أن تحل بالطفرات، مفيش طفرة كانت ليها فايدة أو إضافة. التجارب الضخمة دي أثبتت ثبات الأجناس بوضوح واللي سبق وأخبر به الخلق الذكي، مع ملاحظة
ودي حاجة مهمة، إن أنت تقدر تطبق التجارب اللي تمت على ذبابة الفاكهة وعلى نباتات كتيرة وعلى حيوانات زي الضفادع والفئران، ده حتى البكتيريا تقدر تطبقها علشان تتأكد من ثبات بقية الأجناس كلها وخاصة الكبيرة. ليه؟ لو تفتكروا وركزوا معايا واحسبوها، ذبابة الفاكهة عمر الجيل 8 أيام إلى أسبوعين بمتوسط 12 يوم، يعني كل 12 يوم هيكون عندك جيل جديد، مش زي الإنسان بيخلف جيل جديد كل 35 سنة. شايفين الفرق الضخم قد إيه؟ يعني في حياة الإنسان تقدر تشوف أجيال كثيرة لذبابة الفاكهة. بتنتج لي من 100 إلى 400 بيضة في اليوم، يعني تقدر تراقب طفرات في 400 فرد في الجيل الجديد، وال400 فرد في الجيل الجديد ينتجوا لك 400 جيل جديد. بتفقس من 15 ساعة إلى يوم، وبيها جينات قليلة وعلى كروموزومات قليلة، يعني مش محتاجة طفرات كتيرة عشان تتغير لجنس آخر. ده اللي تخبرنا بيه المراجع على سبيل المثال موسوعة التطور نفسها، طبعة 1990 صفحة 169. الناس عشان تفهم أنا بقول إيه، المفروض إن الإنسان اتطور هو والقرد من جد مشترك من أقل من 4 مليون سنة. كويس؟ سنة تناسل ذبابة الفاكهة من تضاعف عدد الأجيال، يعني سنة واحدة هتتناسل فيها ذبابة الفاكهة كل يوم بتطلع لي 400 بيضة، منهم 200 إناث بالمتوسط، كل منهم هتنتج لي 400 بيضة جديدة كل يوم. في سنة واحدة اللي معاه الشاطر في الحسابات ومعاه كالكوليتر يحط 200 أس 365، يعني واحدة هتطلع 200 إناث، كل واحدة من ال200 دول هتطلع كمان 200 تانيين، يعني واحدة هتطلع 200، ال200 اضربهم كمان في 200، كويس؟ يعني 40,000، ال40,000 كل واحدة منهم هتطلع لك 200 تانيين، اضربهم في 200، وهكذا لمدة 365، يعني 200 أس 365. الناس اللي فاكرة الرياضة حتى لو من ثانوي بالظبط، أستاذ سوري ربنا يباركك، هيكون الناتج 7 في 10 أس 839 فرد. طبعا ده مش هيحصل لانه بيموت كتير وطفرات بتفني اجيال وهكذا، لكن انا بتكلم على التجارب اللي بتتم في المعمل علشان تشوفوا بس سنة ذبابة الفاكهة انت تقدر تدرس فيها قد ايه. معايا؟ يعني سنة من الانسان، سنة من حياة الانسان، سنة واحدة، مش 4 مليون، سنة واحدة من حياة الانسان هيكون قصادك طلع أفراد من ذبابة الفاكهة هذا المقدار الضخم ده. طب لو ذبابة الفاكهة ما اتغيرتش في السنة واستمرت كجنسها، يعني المقابل إليه يبقى الإنسان بنفس المقياس لن يتغير عن جنسه في 7 قصادها 839 صفر. يعني 7 قصادها 839 صفر عدد السنين الإنسان اللي ثبت إن هو جنسه ثابت لا يتغير بنفس مقياس دورة حياة ذبابة الفاكهة لدورة حياة الإنسان وعدد الأجيال. بلاش الرقم الضخم ده، لو حسبنا كل جيل بيطلع كل 12 يوم، يعني مش هتبيض كل يوم، لا خليها الجيل وبس. معايا؟ يعني كل 12 يوم جيل جديد، زي الإنسان كل 35 سنة جيل جديد. يعني هتكون سنة ذبابة الفاكهة تساوي أجيال للإنسان 9 ديكيليون ديكيليون. ديكيليون يعني اللي هي قصاده 33 صفر، ف66 صفر. متخيلين؟ اللي أنتوا بتسموه في العربي ديشليون، ديشليون اللي هو 33 صفر.
تسعة ديكيليون ديكيليون، يعني تسعة قدامها 66 صفر. فسنة من تناسل أو أجيال ذبابة الفاكهة تساوي تسعة ديكيليون ديكيليون من أجيال الإنسان. يعني ذبابة الفاكهة اللي ثابتة في السنة ما بتتغيرش، قصادها الإنسان مش هيتغير في أجيال عددهم تسعة ديكيليون ديكيليون سنة. ده مش 5 مليون، ده عمر الأرض ولا عمر الكون ولا الكلام ده، لا يأتي شيء. ده عمر الأرض المفروض 4.6 بليون سنة، وعمر الكون 13.7 بليون. ده ما يجيش حاجة على الكلام ده. أنت بتتكلم على 9 أصفار، هنا بتتكلم على 66 صفر. نتنازل عن كل الكلام ده عشان أقلل الأرقام وناخد أقل رقم ممكن ناخده. أقل حساب بأقل وسيلة بعد موت وغيره وغيره من اللي بيحصل، سنة من حياة ذبابة الفاكهة تساوي 3 مليون سنة وأكتر من الإنسان. فطالما ما اتغيرتش ذبابة الفاكهة في سنة، الإنسان ما بيتغيرش في أكتر من 3 مليون. يعني ما فيش حاجة اسمها تطور. يعني اللي بيقولوا الإنسان اتطور من 3 وشوية مليون سنة من تيتا لوسي، اللي من 3 وربع مليون سنة، اللي القردة الفاتنة ليها دي، لا. طب فين اثبتهولنا؟ يقول لك ما انت محتاج تعيش 3 مليون سنة عشان تشوفه بيتطور. لا، انا مش محتاج اشوف، انا ممكن اختصر الكلام ده لما اراقبه في كائن اقل بكثير واسرع بكثير واجياله اقصر بكثير جدا، ذبابة الفاكهة. طالما راقبت ذبابة الفاكهة سنة وما تغيرش جنسها، الإنسان كده بالمقياس 3 مليون و3 بليون و9 ديكليون ديكليون سنة، وهيفضل زي ما هو مش هيتغير. مع ملاحظة إنه إحنا ما عملناش التجارب دي على ذبابة الفاكهة لمدة سنة، ده إحنا عملناها لأكتر من 100 سنة بنحاول، ما بتتغيرش، وكل سنة منهم تساوي 3 مليون سنة للإنسان. شايفين؟ يعني المئة سنة اللي أنا بحاول أغير فيها ذبابة الفاكهة ومستمرة كجنسها تساوي 300 مليون سنة. ده المفروض الثدييات لسه ما فكرتش تطلع، مش القردة. واخدين بال حضراتكم؟ اللي فهمني حتى الآن يكتب لي 7، عشان اللي يجي يقول لك الإنسان اتطور تقول له طب اثبت لي، يقول لك محتاج عمر طويل. لا، مش محتاج العمر الطويل. انت بس اتعب نفسك وتابع ذبابة الفاكهة وشوفها هتتغير في سنة ولا لا. لو ما اتغيرتش في سنة، ده يوازي 300 مليون سنة بأقل تقدير من عمر الإنسان. هل يا ترى حد بعد كده هيجي يخدعكم ويقول لكم الإنسان بيتطور فتقولوا له اثبت، فيقول لك محتاج بس زمن طويل لأن انت ما بتقدرش تشوفه لأنه بطيء؟ لا، طب بس أنا عندي كائنات أسرع بكثير، مش محتاج استنى. ده انا بتكلم على ذبابة الفاكهة اللي هي بتاعة 12 يوم الجيل. انا مش بتكلم على قشريشة كولاية، اتكلمت عنها قبل كده، اللي هي الجيل بتاعها من 15 ل 20 دقيقة، مش 12 يوم. ولو تفتكر انا شرحتها برضو بنفس المقياس قبل كده، مع ملاحظة ان هما مش بس راقبوها في ظروف طبيعية. ولو كانت في ظروف طبيعية، المفروض لو الانسان فعلا بيتطور في 300 مليون سنة يبقى جنس آخر، كانت المفروض ذبابة الفاكهة اتطورت في سنة لجنس آخر، وده ما حصلش. بل أيضا في ظروف طبيعية وغير طبيعية، فتدخلوا ليزيدوا معدل الطفرات جدا، وده اللي ما بتفعلوش الطبيعة، وده لم أضعه في حسابات كل الأرقام اللي فاتت. ده هم من عرضوها لأشعة إكس فقط اللي تزود معدل الطفرات بمقدار 15,000%. يعني جيل يتعرض لأشعة إكس لمدة 12 يوم يساوي عدة بلايين بلايين من زمن الإنسان اللي المفروض يتطور فيه. وده مش أنا اللي بقوله، ده شرحوه علماء جينيين. جيرمي يقول لنا التالي: لزمن طويل ذبابة الفاكهة ظلت شيء محبب لتجارب الطفرات،
بسبب سرعة فترة الجيل 12 يوم مش 35 سنة. أشعة إكس استخدمت لتزيد معدل الطفرات في ذبابة الفاكهة إلى 15,000%. في الكل استطاع العلماء أن يحذفوا خطوات تطور ذبابة الفاكهة، فالتي رؤيت تحدث في ذبابة الفاكهة هي تساوي ملايين عديدة السنين للطفرات الطبيعية والتطور. ها، يعني هم بيعترفوا ان هم باللي عملوه ده قدروا يختصروا ملايين عديدة من السنين عشان يشوفوا التطور بعينيهم. تعرفين ليه بيقول لكم تطور غير ملاحظ؟ لأنهم فشلوا في التجارب اللي كان المفروض يتشاف فيها التطور، فشلوا تماما. واللي نجح فيها ثبات الأجناس. كل ما يسرعوا بحيث يختصروا الزمن اللي المفروض يلاحظ فيه تغير الأجناس ويلاقوا ثبات الأجناس، يطلعوا يقولوا لكم محتاجين زمن طويل. بس ده ضد التجارب اللي انتوا عملتوها. آدي نص كلامه قدام حضراتكم على الشاشة، وآدي المرجع أيضا اللي بيشرح هذا الأمر. يعني اللي مش مدرسوش سنة لذبابة الفاكهة تساوي 3 مليون، ولا 100 سنة تساوي 300 مليون من عمر الإنسان. ده كمان زودوا ده بمقدار 15,000 ضعف، ومش 15,000 ضعف، ده هو 15,000%، لكن افترضوه 15,000 مرة بس، يعني ما يوازي 45 بليون سنة من عمر الإنسان. ده لو أخذناه حسابيا وليس تضاعف متوالي كمان، يعني 10 أضعاف عمر الأرض اختصروه في سنة واحدة في ذبابة الفاكهة عشان يشوفوا التطور قدام عينيهم، أو التغير الأجناس، مش بنتكلم عن التطور دلوقتي، تغير الأجناس اختصروه في سنة واحدة ما يوازي 45 بليون، ولم يتغير الجنس. كل ما يحصل طفرات تتدهور، ولكن في كل هذه التجارب ظل الجنس ثابت كجنسها. بل كل النتائج زي ما بتشرح لنا المراجع بنفسها، انه الطفرات اللي حصلت خلتهم أسوأ من الجد الأصلي. inferior to the original flies الأصلية اللي كانت. ده يؤكد ان الجنس من بدايته متصمم بطريقة رائعة ومصمم بطريقة ثابتة، والجنس ثابت ويستمر ثابت، واي تدخل على التصميم الاصلي بملوثات او غيره يؤدي الى التدهور. مش بس استخدموا الاشعة، استخدموا كل شيء، موجات صوتية وضغط وغيره وغيره، بل أيضا استخدموا مواد كيماوية زي البروميورسيل. البروميورسيل ده بيزود جدا معدل الطفرات بمقدار 10,000 ضعف. البروميورسيل ده من المواد الكيماوية اللي بتحدث طفرات بين قوسين مسرطنة، والنتيجة الطفرات مش كانتش 99% كانت ضارة، بل 100% ضارة. طبعا على طول هتفوزي يقولوا لنا ما تقولش ابسليوت. لا، مش انا اللي قلت الكلام ده، العلماء اللي قالوا الكلام ده. قالوا الميوتيشنز اللي حصلت في ذبابه الفاكهه لما استخدموا مواد تزود معدل الطفرات ما كانش 99%، not 99% harmful but were 100% harmful. فده يتضح انه الملاحظات والتجارب العلميه تؤكد أن الطفرات لا تقود للتطور بل للتدهور. وفي كل هذا حقيقة واحدة موجودة وثابتة، وهي ثبات الأجناس اللي سبق وأخبر بها الخالق بوضوح شديد. الجنس لا يتغير. يعني بسبب أبحاث العلماء الضخمة دي الرائعة اللي أقدر أقول عليها فعلا رائعة، ليه؟ لأنهم قدروا يختصروا الزمن بكل هذه المحاولات. ذبابة الفاكهة اللي أظهرت تدهور وموت وغيره، ولكن برضه استمر الجنس ثابت. رغم أنه في السنين اللي درسوها لما يوازي أكثر بكثير من 45 بليون سنة من عمر الإنسان ومن أمثال الإنسان، ولكن لم تتغير. حاجة تانية مهمة،
فريق الباحثين اللي درسوا جينات ذبابة الفاكهة في هذه الدراسة، والكلام ده اتنشر في مجلة نيتشر سنة 2014، 16 مارس 2014، درسوا على الدي ان ايه والار ان ايه في ذبابة الفاكهة. ونتائج البحث ده انه مش بس ما حصلش اي تغير للجنس، بل اكتشفوا انه ليه اي طفرات بتحصل بتكون ضارة واغلبها مميتة، لان جينات ذبابة الفاكهة اكثر تعقيدا بكثير مما يصدق. فاكرين اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فات، اللي هي القاعدة الخامسة، انه الجينات تعمل جماعيا، يعني جين يدخل في اكتر من صفة والصفة يتحكم فيها اكتر من جين. فاكرين القاعدة دي اللي تمنع تماما حاجة اسمها تطور او تغير، القاعدة الخامسة من الخمس قواعد اللي درسناها المرة اللي فاتت، ده تم تأكده بدراسة جينات ذبابة الفاكهة. بل ما هو أكثر من هذا، هم وجدوا فيها حتى الآن ما لا يصدق من آلاف الجينات الجديدة الغير موجودة في أي كائن آخر، وتعبيرات اللي هو من خلال الـ RNA الريبوزومال والماسنجر وغيره، وبروتينات جديدة. فكيف يكون جينات مميزة في ذبابة الفاكهة غير موجودة في أي كائنات أخرى من حشرات وغيره، إلا لو كانت مصممة بدقة؟ جنس مميز كالعادة، زي كل جنس ما هو مميز. الاختبارات دي مش بس أثبتت ثبات الأجناس علميا بالاختبار، بل أيضا أثبتت التصميم الرائع من البداية. في ذبابة الفاكهة لقيوا 1468 جين جديد ما كانوش يعرفوهم قبل كده، لقيوا منهم 536 جين في ما يسمى منطقة الأكواد اللي كانوا يفتكروا إن ملهاش أي جينات تعبيرية موجودة فيها، ولقيوا فيها ما يسمى الجينات المتفردة. ال 1468 جين جديد دول يسموها جينات يتيمة. طبعا جينات يتيمة ليه؟ لأنهم مش لاقيين الأب بتاعها، برضو تأثرا بفكرة التطور من جد مشترك، فهي عشان ما تشبهش أي جينات أي كائن آخر ولا أي حشرة أخرى سموها جينات يتيمة. الجينات اليتيمة دي، أدي الدراسة قدام حضراتكم، الجينات دي هي تشهد على التصميم، على التميز، على الكائن المميز ويستمر كجنسه، لأن ده الحاجة الوحيدة اللي تفسرها إنها تصمم بهذه الطريقة الرائعة من البداية. الكلام ده مش بس موجود في ذبابة الفاكهة، الكلام ده وجد في كل الكائنات اللي درست جينيا تقريبا، وده ادرسوه ما يسمى بالأورفان جينز. ده سهل، أي حد مش متأكد من كلامي ادرس بس التعبير اللي يسمى الأورفان جينز، وتأكدوا من اللي أنا بقوله، راجعوا من ورايا لو عايزين تتأكدوا، بالإضافة للمراجعة اللي بقدمها لكم تدرسوا بنفسكم. اللي بيسألني وبيقول قبل كده طلب مني في الغرفة، على فكرة كل جزء بقدمه تقدر تاخد منه سؤال أو أكتر من اللي أنت عايزين، أو التعبير اللي حضراتكم استخدمتوه، أسئلة تعجيزية للي بيؤمنوا بالتطور. طيب عايز سؤال من الأسئلة التعجيزية الكثيرة جدا، اللي يسألك قول له اشرح لي الأورفان جينز، الجينات اليتيمة تيجي إزاي بالتطور؟ ده سؤال قاتل تماما لعقيدة الإلحاد والتطور تماما، لأنها ما تنفعش تكون حصلت بالصدفة بهذا التعقيد. أيضا قالوا مجموعة تعتبر صغيرة من الجينات دي، على سبيل المثال تستخدم في الجهاز العصبي، مسؤولة عن مستوى لا يعقل من التعقيد التعبيري اللي بتنتجه. تخيل 100 سنة لفهم جينات ذبابة الفاكهة، 100 سنة، وكل ما يدرسوه يكتشفوا حاجات جديدة ما كانوش يعرفوها في تصميمها، وأكواد جديدة وجينات جديدة وأسلوب برمجة جديد ما كانوش يدركوه. ده يشهد لنا بطريقة علمية بالملاحظة والاختبار والتكرار بطريقة لا تقبل الجدل على إن الخلق الذكي هو اللي قام بهذا التصميم. تخيل كمبيوتر كل ما تدرس برمجته
تكتشف أشياء معقدة جدا في البرامج بتاعته، تروح تدرسه مرة تانية بتدقيق أكتر، وبوسائل أحدث تكتشف تعقيد آخر ما كنتش تعرفه، ومستويات أعلى تدرسه مرة تالتة تكتشف تعقيد أكثر ما كنتش تدركه، مرة رابعة تعقيد أكثر، وهكذا وهكذا، وكل مرة تكتشف تعقيد أكثر في لغة برمجته لم تكن تعرف عنها شيء. ده لأي إنسان حيادي هو اختبار علمي واضح يشهد على المصمم الفائق الذكاء، والعلم الحقيقي يشهد ليه. ويكون طبعا في هذه البرامج الرائعة المصممة بدقة في جينات الكائنات زي ذبابة الفاكهة اللي بنتكلم عنها دلوقتي، لما يحصل فيها تغير عن التصميم الأصلي، يعني طفرات، تكون النتيجة تدهور. ليه؟ لأن ده المتوقع، ده تغير في التصميم الأصلي الرائع اللي اتعمل إليه. لما تحاول تغيره أنت بتبهدله. لما يكون عندك عربية رائعة، لو جيت شديت سلك أو غيرت سلك من مكانه، أنت كده فقدت وظيفة في العربية، العربية بتتدهور، ما بتبقاش حاجة أحسن، مش هتتحول لصاروخ. لما بتيجي في برنامج في الكمبيوتر وتعمل فيه أي تغيرات عشوائية في الحروف، أنت بتبهدل البرنامج، بتبوظه. مش هتتخيل إن البرنامج ده هيبقى أحسن بكتير، هيحول الويندوز من ويندوز 7 لويندوز 8 ولا ويندوز 10. بل ما يشهد على ثبات الأجناس ليس فقط في ذبابة الفاكهة اللي قاموا بيها بهذه التجارب الضخمة لمدة 100 سنة واختصروا الأعمار جدا بكل هذه الطرق، ومش بس ذبابة الفاكهة، بقية الكائنات، ضفادع وفئران ونباتات وبكتيريا، بل حتى الكائنات الكبيرة بما فيها الإنسان نفسه. معايا؟ ليه؟ لأنه مع الحوادث الصعبة، طبعا هما مش بيجربوا على الإنسان، ولكن تمت بسبب المصائب اللي بيعملها الإنسان وفساد وإفساده للطبيعة، تمت حوادث صعبة جدا نووية، حضراتكم سمعتوا عنها، زي أشعة تحدث طفرات كتيرة. يعني ما زي ذبابة الفاكهة لما عرضوها لأشعة إكس، ما الإنسان للأسف اتعرض لأشعة نووية ضخمة تزيد جدا من معدل الطفرات. فبدل ما انت منتظر من كل جيل يحصل تغير 70 كود وتحصل طفرة بكل عدة أجيال للإنسان، وكلها بتبقى تدهور وأمراض وراثية، actually الإنسان بالفعل اتعرض لمواد تزود جدا معدل الطفرات في الإنسان والحيوان، وكلهم استمروا كأجناسهم. بعضهم حدث لهم تدهور، بعضهم مات، وبعضهم سرطانات طبعا كتيرة وغيره، ولكن لم يتغير أي كائن، لا إنسان ولا حيوان ولا نبات، لجنس آخر. طبعا مش محتاج أذكر حضراتكم هيروشيما وناجازاكي، مش كانت فيها قنابل نووية عرضت الناس والكائنات لأشعة ضخمة تزود الطفرات جدا، ده غير اللي قتلتهم. حادثة تشيرنوبل، انفجار مفاعل تشيرنوبل الروسي، ولا حتى آخر حادثة نووية حضراتكم فاكرينها بتاعة مفاعل فوكوشيما الياباني. ده كلهم كانت المفروض يحصل فرص أفضل لتغير جنس الإنسان بمعدل 15,000 ضعف لو تفتكروا بسبب الأشعة. هل حد شاف جنس جديد؟ هل حد شاف تغير جنس لجنس آخر بسبب الأشعة؟ عشان كده حجة إن إحنا ما بنشوفش تغير الأجناس الآن، أصله التغير بطيء جدا جدا وعايز عمر طويل، لا. كل التجارب دي بتختصر الأعمار، والتلوث كمان اللي بيعمله الإنسان بيختصر هذه الأعمار، عشان كده الأمراض الوراثية shooting up. وشايفين قدامنا السرطانات بقت معدلها قد إيه. فالأمثلة السابقة زي هيروشيما وتشيرنوبل وغيرها اختصر لي بنسبة 1 إلى 15,000. لو عايز أقعد 15,000 عشان أشوف تغير في الإنسان أو بعض الكائنات، لا، سنة واحدة أقدر أشوف. يعني لو 100 سنة كان المفروض أشوف فيها حاجة تساوي
مليون و500 مليون ونص مليون و500 ألف سنة. يعني المفروض كنت لو أتوقع أرى جنس جديد يتغير زي الإنسان أي حيوان أو نبات مرة كل 300 ألف سنة في موقف هيروشيما وناجازاكي، المفروض كنت ألاقيه في 20 سنة. ما شفناش صح؟ حد سمع؟ مش الناس اللي ماتت، لا الناس اللي اتأثرت بالأشعة. حد سمع في هيروشيما وناجازاكي وتشيرنوبل وغيره أو فوكوشيما، حد سمع عن جنس جديد؟ قولوا لي، يمكن أنا مش واخد بالي. ده شهد بقوة على ثبات الأجناس بطريقة علمية واضحة، للأسف طبعا، للأسف، لأنها كانت كوارث. مع ملاحظة إن اليابان من سنة 1945 بدأت دراسة حالات اللي تعرضوا للأشعة من ما يسمى بقنبلة الطفل الصغير الذرية. طبعا الحادثة دي بتاعت هيروشيما قتلت 92 ألف شخص ماتوا، لكن في ناس ما ماتتش اللي كانوا بعاد شوية عن نطاق القنبلة، لكن اتعرضوا للأشعة يسموهم أسوأ من موتى. ده تعبير الياباني اللي استخدموه لوصف هؤلاء، استخدموا تعبير يسموه هيباكوشا، يعني لوصف ما هم بيعتبروهم أسوأ، يعني لو كانوا ماتوا كانوا أفضل، حالتهم كانت أسوأ من الموتى. هيباكوشا دول وصفوا بيها بشر مليانين من التشوهات، قصير العمر جدا، ممتلئين بالعيوب الخلقية. ومش بس بشر، درسوا حيوانات ونباتات اللي تعرضت للأشعة كلها كانت تدهور، ولكن لم يحدث تغير واحد في جنس كل هذه الكائنات. حالة تشيرنوبل أو كارثة تشيرنوبل سنة 1986 مش بس نشرت يورانيوم زي بتاع هيروشيما، بل نشرت يورانيوم وسيزيوم 137 وأيوديم 131 نووي مع بعض، كل ده في الهواء، في منطقة قلب، في قلب منطقة زراعية في الاتحاد السوفيتي. ما سمعناش عن نبات جديد طلع أو نبات تحول من جنس لجنس آخر في الوقت ده، بما فيها من مدن وقرى. وامتدت السحابة الذرية 10 أيام لغاية ما وصلت بولندا في الشمال وبقية الاتحاد السوفيتي في الشرق واليونان، وطبعا بتقل ولكن بتستمر، كانت تنتشر، وصلت لشرق أوروبا في الغرب، بل وصل أثرها حتى كاليفورنيا. والأشعة انتشرت في طبقات الأرض المختلفة، وأثار ده كان موت أكتر من 10,000 شخص، منهم 37 شخص بس اللي ماتوا في الحادثة نفسها، والباقي من 10,000 ماتوا بسبب أثرها. لكن الأهم من ده، أنا آسف، 800 ألف طفل ولدوا في زمن 3 سنوات من الأشعة دي في بعض ولايات الاتحاد السوفيتي، عانوا من التشوه بآثار الأشعة بدرجات مختلفة، ولم ينارا أي جنس جديد على الإطلاق. كل التغير يكون تدهور، ولكن تستمر ثبات الأجناس. طبعا ده محزن أنا عارف، ولكن علميا دلوقتي بنتكلم، الإشعاع اللي بيزود جدا الطفرات بمعدل أعلى 15,000 مرة، يعني عدد حديثي الولادة اللي تعرضوا للأشعة 800,000 دول يمثلوا بنسبة 15,000 عدد أطفال في الظروف الطبيعية، يعني بنتكلم على 12 بليون طفل أو 12 بليون جيل بطفرات طبيعية تدريجية. ليه ما شفناش جنس جديد؟ ليه اللي بيؤمنوا بالتطور اللي بيحصل بالطفرات ما بيعرضوش ولادهم للأشعة؟ أنا آسف، عشان عارفين إن ده سرطان؟ بل استمروا في الملاحظة لحتى سنة 1999، وجدوا أمراض كتيرة قوي في الغدة الدرقية وأنيميا وسرطانات عد للصبح، فقد نظر وضعف عام وضعف مناعة وكل اللي انت تتخيله. أيضا للأمهات نسبة السقط كانت مرتفعة جدا بسبب التشوهات. والدراسة استمرت أكثر من 3 سنين لغاية إبريل 1990 للحيوانات والنباتات، ولم نجد جنس واحد اتغير. بل اللي اتعرض للإشعاع إن لما كانش مات مباشرة كان أضعف كتير من الأصل.
لم يحدث تغير لجنس، كل الأجناس استمرت كجنسها في ظروف المفروض تختصر الزمن. لو أنا مفترض إن جنس جديد هيطلع لي كل واتيفر 100,000 مليون سنة، واتيفر عايزين يوسعوا في الأرقام على قد ما يقدروا، الحاجات دي كلها اختصرت الأزمنة جدا وما شفناش جنس واحد جديد اتغير. جنس واحد اتغير، كلهم استمروا ثابتين كجنسهم. ما جربوش على ذبابة الفاكهة زي ما بقول، لا جيل ولا اتنين ولا تلاتة، بل جربوا لمدة 3000 جيل، لمدة أكتر من 100 سنة. جربوا في كل اللي يقدروا منه من عوامل وما تغيرش جنس ذبابة الفاكهة. يقول لنا ريتشارد جولد شميت اللي كان واحد من الرواد في هذه التجارب، وهو ده شهير جدا، يقول في أفضل النماذج في الكائنات الحية المعروفة مثل ذبابة الفاكهة، عدد لا حصر له من المسوخ، يعني متشوهين. لو تمكنا من تجميع الآلاف أو أكثر من هذه الطفرات في كائن واحد، ولكن لا يزال لا يشبه في أي شيء أي نوع جديد في الطبيعة. مهما نعمل ما بيتغيرش. هذا اللي بيقوله. والمرجع قدام حضراتكم، ده اتنشر في امريكان ساينتست في يناير والصفحة 94. يقول لنا نورمان ماكبث، بعد ملاحظة الطفرات في ذبابة الفاكهة لسنين طويلة، جولد شميت يسقط في اليأس. ليه؟ هو كان عايز الجنس يتغير. هو أعرب عن أسفه لأن التغيرات كانت بكل يأس صغيرة، لدرجة إن آلاف الطفرات لو جمعت معا في كائن واحد لا يزال ليس جنس جديد، مستمر كجنسه. آدي نص كلامه أيضا. يعني هم بيقروا إن مهما حصل وكل محاولات التغير سواء في الطبيعة أو بتجارب البشر، الجنس بيستمر كجنسه. واو، مش ده اللي قاله تكوين واحد من 3500 سنة فاتت؟ كل اللي بيحصل طفرات تحدث تشوه وتدهور وموت، ولكن الجنس بيستمر كجنس. طبعا فاكرين المقولة المضحكة، عرضتها لكم قبل كده وسامحوني على التكرار، بس هي تستحق التكرار، انه بدل ما يعترفوا بثبات الاجناس بعد كل التجارب الضخمه دي اللي اثبتت بوضوح ثبات الاجناس على كل الكائنات، قالوا شيء يدعو للسخريه، فقالوا انه ذبابه الفاكهه لابد ان تكون وصلت الى اعلى مستوى من التطور. شايفين؟ ده اللي بيوصلوا له، لانهم فشلوا في ان يغيروا جنسها واستمر جنسها ثابت، فيستنتجوا إنها وصلت أعلى مستوى من التطور. Good observation, bad conclusion كالعادة. زي بالظبط النكتة الساخرة اللي بتضحك، بيقول ضفدع قالوا له اقفز قفز، قصوا له رجل اقفز قفز، قصوا له رجلين اقفز معرفش يقفز، قالوا يبقى لما قطعنا رجلين الاتنين فقد حاسة السمع. نفس الأسلوب بالظبط اللي بيتبعوه في القرار بتاعهم. قال إيه؟ لأن ذبابة الفاكهة مع كل هذه التجارب ما تغيرش جنسها واستمر جنسها ثابت، يبقى إذا وصلت لأعلى مستوى من التطور. إيه رأيكم؟ هم يروا الأجناس ثابتة بطريقة واضحة ورغم كده مش قادرين يقولوها، عشان لو قالوها ده يبقى اعتراف واضح جدا منهم بين قوسين كملحدين بثبات الأجناس، ويبقى كل اللي بيقولوا بيه انهار. لكن البعض أقر بالكلام ده، كان عنده من الشجاعة الكافية إن هو يقر بيه. فقال على سبيل المثال لان ليستر لما بيقول fruit flies refuse to become anything but fruit flies، ذبابة الفاكهة رفضت أن تتغير لأي شيء إلا أنها استمرت كذبابة الفاكهة تحت أي ظرف من الظروف. ده اللي بيقول. أيضا الشهير فرانسيس هيتشينج يقول ذبابة الفاكهة أصبحت لا شيء إلا ذبابة الفاكهة تحت أي ظرف من الظروف ولكن متنوع. لأ، التهجين قصة تانية، ودي اتكلمنا عنها في الرد على إدعاء إن الإنسان نتيجة علاقة ما بين خنزير وشمبانزي، دي اتكلمنا عليها قبل كده، واتكلمنا على موضوع البغل
التهجين الذي ينتج كائن عقيم هذا ضد التطور تماما. فالتهجين ليس مش طبعا مش موضوعنا، تغير جنس لجنس آخر، والتهجين اللي بينتج كائن ما بين كائنين اوريدي موجودين مصممين وينتج نوع عقيم، ده لا يفيد التطور في شيء ولا يفيد تغير الأجناس. بل تجربة مثيرة على ذبابة الفاكهة إن هم أخذوا مجموعات مختلفة من ذبابة الفاكهة اللي عملوا بيها التغيرات دي وحطوها في ظروف طبيعية فقط، بس هم بيلاحظوها بوجود أعداء طبيعيين وغيره، ولقيوا إن الانتخاب الطبيعي ما انتخبش ولا واحدة منهم اللي حصل منها طفرات، بل كل دول اتبادوا بالانتخاب الطبيعي، والانتخاب الطبيعي أبقى على الطبيعية السليمة الذي لم يتغير فيها أي جين أو لم يتدهور فيها شيء. أما الأنواع اللي بها الطفرات أزالها الانتخاب الطبيعي. اللي ما عملوه مع ذبابة الفاكهة ده عملوه مع كائنات تانية كتير، زي ما قلت جربوا من نباتات وحيوانات وغيره، حتى البكتيريا جربوا عليها ووجدوا إنه إشكالية إنه التنوع المفيد أصلا في النباتات بسبب الطفرات بيقل وبتكون مضرة أو مميتة، ولكن كلهم استمروا كأجناسهم. بل كتير حتى من الزهور اللي بالأشعة جعلوها تنتج أوراق أكتر ريحة أكتر غيره، كانت النتيجة إن النبات دايما أضعف بكتير من الأصلي، ولما يحطوه في ظروف طبيعية دايما بيكون أضعف، زي الورد والجاردينيا. على فكرة أنا كنت مشارك في اختبارات يعني تجارب أو نتيجة تجارب على الجاردينيا وإزاي إن هي أضعف بكتير جدا من الأصلية وغيرهم، فهم أيضا طفرات ضارة تجعلهم حتى لو ينتجوا زهور أجمل ريحتها أجمل، لكن برضو النبات لما تحطه في الظروف الطبيعية أو تغير في أي عوامل طبيعية أضعف بكتير من الأصلي ويموت أو غالبا بيكون عقيم. ده اللي ما كنا نتوقعه من الخلق الذكي اللي تكلم على ثبات الأجناس، اللي صمم الجنس من البداية وصمم طرق للمحافظة عليها ثابتة ضد أي تغير ويعزل التغيرات ويفنيها. بل أيضا ما كنا نتوقعه إنه يفني التغيرات مش بس بالانتخاب الطبيعي بل أيضا بوسائل أخرى، ده للإناث، وده ما تم إثباته أيضا، وهو ما يسمى بآليات تصحيح الطفرات، لو تفتكروا كنا درسناها مع بعض عشان كده بس هذكركم بيها بسرعة شديدة. آليات تصحيح الطفرات التي تحافظ على ثبات الأجناس. فاللي يؤكد لي إن الدي إن إيه مصمم بدقة من البداية ويعمل على ثبات الأجناس هو اكتشاف إن التصميم الذكي وضع آليات في الكائنات الحية تمنع حدوث الطفرات، وتمنع لو حصلت الطفرات تمنع بقائها وتمنع انتشارها، وهو ما يسمى الأنظمة المعقدة المصممة بروعة من المصمم اللي قال من البداية الكائنات تستمر كأجناسها، وهو ما يسمى تصحيح الشريط النووي أو DNA repair، وهي العمليات اللي بيقوم بيها الشريط النووي لتصحيح ضرر معين قد يضر في عملية الترجمة والنسخ وبالتالي إنتاج بروتينات غير طبيعية، فيصحح الخطأ ده عشان ما تنتجش بروتينات خطأ وينتج بروتينات صحيحة، أو أثناء نسخ الـ DNA لينتج نسخ الـ DNA بدون أخطاء أي بدون طفرات أي بدون تغير. ففي نقطة في الـ DNA يحصل خطأ، لو كان الخطأ ده أو التغير ده هو المفيد عشان هيطلع لي جنس جديد ما كناش نتخيل إنه يكون مصمم في برامج تصحيح سريع جدا للأخطاء دي بحذف أو تبديل أو تدمير من أشعة أو كيماويات أو غيره، سواء في جزء كبير أو حتى كود أو اتنين. أيوة الـ UV بيعمل دامج، الكيماويات والأشعة وغيرها بتعمل دامج، وأحيانا بتحصل أخطاء في النسخ، لكن دايما ودي شبهتها قبل كده وأذكركم بيها، ربنا عامل الـ DNA بتصميم رائع جدا زي كتاب هو كاتبه، لكن الخلايا مش معصومة أثناء النسخ ممكن تخطئ، لكن في المقابل واضع نظام حفاظ على الأخطاء دي ما تنتشرش ويتم تصحيحها. فعلى طول لما يحصل خطأ بالأسلوب ده يأتي على طول الإنزيمات التصحيح وتأتي البرامج اللي استكشاف الأخطاء دي
ومجموعة الإنزيمات بما فيه القطع الليز والتعليم على المكان الخطأ، ثم تركيب البوليمريز، ثم يجي إنزيم اللي حامل هو الليجيز، وبالطريقة دي يتم تصحيح الخطأ مباشرة. منظومة غاية من الروعة والدقة من الإنزيمات تصحح على طول الأخطاء اللي ممكن تحصل، فتتراوح الأضرار من عمليات كيماوية على القواعد كأكسدة كغيرها، أو حتى حصول كسر في الدي إن إيه أو انفصال السلاسل عن بعضها. والترميم شغال على كل المستويات، تفاعلات زي الأكسدة يعمل تفاعلات عكسية عكس الأكسدة، عمليات استبدال قواعد لو كانت حطت قاعدة خطأ، أو عمليات استبدال نوديات كاملة. أو لن أتكلم طبعا بالتفصيل عن الموضوع ده عشان ما أطولش على حضراتكم. المهم الأنظمة دي مصممة بمنتهى الذكاء عشان تحافظ على ثبات الأجناس. البرامج دي بتعمل باستمرار في كل خلية في كل كائن حي بدون توقف عشان يمنع التدهور وتكسر الدي ان ايه ويحافظ على ثبات الأجناس. ألا يشهد اكتشاف نظام زي ده غاية في الدقة والروعة في التصحيح على ذكاء المصمم اللي صمم كل هذه الأمور ليحافظ على ثبات الأجناس قبل اكتشافها، وعشان كده قبل ما نكتشفها قال كأجناسها 10 مرات؟ بل بالدراسة يتم اكتشاف أنظمة أكثر وأكثر للتصحيح رائعة عن ما كنا نعرف، زي ما اتنشر في مجلة نيتشر في شهر يوليو 2015 ما يسمى بدي ان ايه فيكسر ابر، واتكلموا على وجود أنظمة موجودة اكتشفوها في البكتيريا بيعمل على التصحيح ليس بواسطة الريبوزومال ار ان ايه وقراية القواعد، بل هذا النظام اللي اكتشف الغاية في التعقيد وذكاء في تصميمه يعتمد كمان على الالكتريك تشارج اللي موجودة في القواعد، يكتشف القاعدة الغلط من شحنتها الكهربائية ويصحح القاعدة الخطأ مباشرة، وهي مركبة بالفعل بدون قص حتى وتبديل، يعني بدون حتى الـ3 انزيمات. بيشتغل بمجموعة انزيمات اللي هو الدي ان ايه جلايكوزايليز، والاخطر انه كمان لقي ان ده كمان مش بيصحح خطأ ات تايم، خطأ في المرة، ده النظام ده الغاية في الصغر والدقة والروعة في تصميمه يقدر يصحح اكتر من خطأ في نفس الوقت. تصميمه ده احتاج اذكى عقول البشر عشان بس يكتشفوه، عشان بس يحاولوا يفهموا ايه المنظومة الرائعة الذكية جدا دي، ولسه ما فهموش كل حاجة عنه بعد. ألا يشهد كل ذلك على صحة الخلق الذكي وثبات الأجناس؟ Really. أيضا نفس الدقة في التصميم زي ما شرحتها سابقا، لو عندك برنامج كمان لازم الأسلوب أو البرنامج الآخر اللي يقرأ البرنامج اللي يترجمه، فعندك الدي ان ايه البرنامج، وكمان ايضا البرامج اللي تقراه، اللي واحد بدون التاني ما ينفعش يكون موجود من البدايه بدون الاخر، لازم يكون الاثنين مصممين من البدايه. نفس الامر هنا، برنامج الدي ان ايه وبرنامج تصحيح الدي ان ايه، الدي ان ايه بيتكسر بسهوله، اي اشعه بتكسره اثناء اي نسخ بيحصل خطأ، ويحتاج من البداية برنامج التصحيح يكون مكتمل ويعمل بكفاءة من الأول ليحافظ عليه من التدهور والتكسر. بس منظومة التصحيح دي كمان هي نفسها عايزة دي ان ايه يعملها، يعني هي محتاجة دي ان ايه يكونها عشان هي تصحح الدي ان ايه، فبدون ان الدي ان ايه هو بدونها الدي ان ايه خطأ ومتكسر، ولو الدي ان ايه خطأ مش هيكونها، يعني لازم من اللحظة الأولى في تصميمهم ما ينفعوش يتكونوا تدريجيا، لازم يكون الاتنين مكتملين، فالدي ان ايه يكونها وهي تحافظ على الدي ان ايه سليم ما يتكسرش. ده يشهد على التصميم بروعة. عشان كده دكتور توماس لاندل الحاصل على جائزة نوبل وصف ان الدي ان ايه يتدهور بسرعة شديدة بقياس هذه تكون الحياة على الأرض مستحيلة بدون نظام التصحيح، وده التفكير اللي قاده لاكتشاف نظام تصحيح الدي ان ايه اللي يحافظ على ثباته ويمنعه من الانهيار، ولهذا حصل على جائزة نوبل.
فالأنظمة اللي بتحافظ على الدي ان ايه ما يتكسرش وما يتغيرش، المصممة بمنتهى الدقة لتحافظ على ثبات الأجناس. هذه الأنظمة الرائعة تشهد للمصمم اللي تكلم عنها قبل إثباتها في تعبير بسيط جدا ولكن في غاية من الدقة والروعة، كلمة كأجناسها، ثبات الأجناس. متخيلين؟ الكلمة دي ممكن نقراها احنا ما ناخدش بالنا منها في تكوين 11 مرات، ولكن قد ايه في العلم unbelievable تشهد على الخلق في موضوع ثبات الأجناس، وكل هذه الأنظمة الرائعة في التصميم لتؤكد الكلمة دي إنها صحيحة. قد إيه فعلا رائعة رائعة هذه المنظومات، وتشهد إزاي بدقة على الذي لم يترك نفسه بلا شاهد. كمان لو حصل ضرر كبير بسبب التلوث اللي زاد قوي، وربنا عارف التلوثات اللي هتزيد وغيره، ويوصل الضرر الكبير لا يمكن معالجته، أيضا يوجد تصميم موجود صنع منظومات للتخلص من هذه الطفرات، فيكون مصير الخلية إما ثبات، يعني تتساب الخلية كامنة بحيث لا يكون لها أي تأثير لغاية ما تموت بدون أن تنقسم، أو تتقتل الخلية مباشرة، أو ما يسمى بالموت المبرمج للخلية بسبب الفجوات الانتحارية أو السوسايدال باجز أو اللايزوزومز، أو اللي تحتوي على إنزيمات اللايزوزومز اللي تنفجر فتموت الخلية، أو غيرها من الأنظمة الرائعة للتصميم. وسادلي أيضا في الكائنات، حتى لو الخطأ زاد جدا وتعدى أي حدود للتصليح أو يبقى دورمنت أو حتى تنفجر الخلية وتموت، بيحصل السرطان اللي برضه بيموت الكائن علشان ما يتورثش. كل ده يؤكد التصميم الذكي اللي صمم كل هذه محافظة على ثبات الأجناس اللي سبق وأخبر بيها قبل اكتشافها. وأيضا حتى بالحسابات تم تأكيد ثبات الأجناس. مش عايز أطول على حضراتكم، بس نقطة أخرانية. عالم الكمبيوتر المتخصص في إجراء حسابات على تغيير الأكواد عشان يشوف إمكانية حدوث طفرات من تغير لتقود تغير جنس لجنس آخر فيتغير الجنس ما يستمرش ثابت، لقي الاحتمال هو أقل من 1 إلى 10 أس 1000، يعني 10 واحد قدامها 1000 صفر. ده بناء على علم الرياضيات والإحصاء، معدومة، فرصة معدومة، no chance. فأقر في مؤتمر ويستر أن الحقيقة اللي أثبتها البرامج الكمبيوتر دي في الحسابات أنه لا يمكن تغيير جنس إلى جنس آخر، وده نص كلام. There is no chance أن أنت تغير جنس لجنس آخر. آدي نص كلام وآدي المرجع قدام حضراتكم على الشاشة. ففي نهاية الجزء ده، الملاحظات العلمية والتجارب العلمية المتكررة أكدت بطريقة قاطعة ثبات الأجناس، وكل هذه الاختبارات العلمية نجح فيهم الخلق الذكي والتصميم الذي سبق وأخبر أن الأجناس تستمر كأجناسها 10 مرات قبل ما العلم يكتشفها ويثبتها. لكن العلم لما اكتشفها وبالتجارب أثبتها، يكون العلم أثبت صحة الخلق الذكي الذي إشار إليها قبل إثباتها بوضوح. فليه بيصر بعناد على رفض الخلق والتصميم رغم أن الملاحظات العلمية والتجارب والاختبارات والتكرار مستمرة في إثباته بوضوح؟ الموضوع مش حكاية أن هم بيسمعوا للعلم بيقولوا لهم، الموضوع أن هم رافضين يخفى عليهم بإرادتهم. فأكرر اللي أنا بديت بيه في البداية مرة تانية، لا إحنا مش بنتكلم على ثبات الخطأ أو خطأ التطور، ده ثبت من زمان واتكلمنا عنه بالتفصيل. لا إحنا حاليا بنتكلم على إنه العلم بالفعل أثبت صحة الخلق وثبات الأجناس إنها تستمر كجنسها ولا يتغير جنس الآخر. ده اللي لينا 3 محاضرات بنتكلم عليه ونؤكد إن العلم أثبته بتجارب رائعة وبشهادة علماء زي ما قدمت لحضراتكم. فعلا الخلق مختبر علميا وتم إثباته أنه هو الصحيح في شرح
مصدر الأجناس أنها خلقت وتستمر كجنسها. أسف طولت.